لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المرء يحسب أنه مأمون والموت حق والفناء يقين. ما مر آن من زمانك لحظة إلا وعمرك بالفناء مرهون. فإذا غمرت بنعمة وبلذة لا تنسينك حوادثا ستكون، إن الأحبة والأولي لك خلص كل به فلك الزمان، كل به فلك البلاء مشحون. وإذا بكيت على فراق أحبة فلتبكي نفسك أيها المسكين، والناس فيهم ضاحكون لم يكترث مما دهاك وفيهم مغبون. فكأنه اليوم الذي في كربلاء يوم به طه النبي حزين لما جرى على ولده من رض ضلوعه وقطع رأسه، وبرض ذاك الضيل رضت أضلعون في طيها سر الإله مصون. واختار يحيى أن يطاف برأسه، واختار يحيى أن يطاف برأسه وله التأسي في الحسين يكون. فإن تكون آل إسرائيل قد حملت
كريم يا أحيا في طشت من الذهب فآل سفيان يوم الطف قد حملت رأس ابن فاطمة فوق القنا السلب أوهل لي أحيا في السبا حرم كزينب وأخواتها على القتب يا ويلي يحيى انذبح والأنبياء ضجت له ابن نوح لن ذبحت مثل الشهيد حسين مذبوح آه ذبح مثل ذبحات غريب الغاضرية في يوم ذبح ناحت السبع العلية والأملاك ويا الحور نصبت لعزية والكل ينادي ونبي مات مذبوح هذا ولا ليحيى سمعنا الذبحة ترجى ولا إلى يحيى حرام ركبت على جما ولا إلى يحيى سمعنا راحة أطفى ما نال هذا إلا الذي بالطف مذبوح كم شاب عاين له يفحص بميدان وياهي مصيبة مصيبة تزلزل الأكوان وتفتت الأكباد وتشيب الرضعة وكم من شباب عاينا مرمي بميدان وكم من شباب عاينا بالثرى مذبوح لعاين إلى العباس عالمسنات ممدو مقطوعة جفوفا وراسا فضخ بعمو مرمي على الشاطئ ومزق الجو وكم من شباب عاينا يا أبي الثرى مذبوح ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية الكريمة إحدى الوثائق في قصة
هذا النبي العظيم نبي الله يحيى بن زكريا أمر من الله. قال له بعد أن ناداه يا يحيى بأداة النداء، يا يعني أناديك، وناداه باسمه لا بلقبه ولا بكنيته. بعض الأحيان القرآن مثلا يقول يا أيها النبي، ما ينادي بالاسم، يقول يا أيها النبي. بعض الأحيان يقول يا أيها المدثر، بعض الأحيان يقول يا أيها المزمل في ندائه لرسول الله. لكن هنا نادى هذا النبي باسمه، لأن المهم في المورد هو الاسم، إذ أن اسمه ليس اسما عاديا، وإنما هو اسم غير طبيعي اختاره الله له، فلذلك ناداه به، لأنه قال سبحانه وتعالى لم نجعل له من قبل سميا، ما جعل له سمي من قبل. فلشرافة هذا الاسم، ولأن الاسم أيضا يحمل مضمون، ذاك المضمون مثلا هو الكرامة التي صارت لأمه، فالاسم يحمل الكرامة والمعجزة التي حصلت لأمه، إذ أن الله فك عقرها وعقمها بواسطة كرامة نبي الله يحيى وكرامة نبي الله زكريا. كانت أمه عاقر كما قال نبي الله زكريا، وكانت امرأتي عاقر، فإذا هذا الاسم يلخص كرامة، يلخص فك العقر والعقد، فلذلك ناداه به، لم يقل له يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا، قال له يا يحيى. إذا النداء ليحيى بهذا الاسم، وهذا الاسم لم يجعل له من قبل، لم ينادى ولم يسمى به أحد، كاسم حسن وحسين، فإنه لم يعهد قبل الحسن والحسين هذين الاسمين الكريمين. نعم، سمى العرب حسين مثلا، سموا حسان، لكنهم لم يسموا حسن بتحريك السين أو حسين بكسرها، لم يسموا بهذه الأسماء، هذه مما ادخرها الله لهذين السيدين الجليلين الحسن والحسين الإمامين العظيمين. هذه تقريبا ما يتعلق بالجزء الأول من الآية في سيرة نبي الله يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما معنى خذ؟ يعني هل معنى يتناول؟ يعني الله سوف يعطيه من السماء شيء مادي يقال له كتاب، هذا الكتاب هو يتناوله فيقال له خذ؟ في الواقع هذا نفهمه معنى خذ، التناول هنا ليس تناولا ماديا، وإنما هو أمر معنوي. هذا يفهم من مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في خطاب الله لنبيه محمد، اللهم صل. فإننا نجد من سيرته العطراء، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النبي محمد، من سيرته العطراء التزام هذه الخصال التي تكلم عنها، مكارم الأخلاق التي قال عنها هو نفسه وأئمة أهل البيت من بعده، ثلاثة من مكارم الأخلاق أو من مكارم الدنيا في رواية أخرى والآخرة، ما هي؟ قال العفو عمن ظلمك، بعد قال أيضا أن تصل من قطعك، أن تعطي
من حرمك. هذه مأخوذة من الآية: خذ العفو وأمر بالعرف في أخلاق النبي. فأدب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أحسن الأدب، وهو الأدب البارع الذي قال عنه رسول الله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال صلى الله عليه وآله: أنا أديب الله وعلي أديبي. فلذلك قالوا: لو لم يكن من معاجز النبي محمد صلى الله عليه وآله، لو لم يكن من معاجزه إلا علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب تربية رسول الله وأدب بأدب رسول الله. فقالوا: لو لم يكن من معاجز رسول الله إلا علي بن أبي طالب لكفى. فهي معجزة عظيمة. على كل حال، قال للنبي: خذ العفو، يعني إلزم طريقة العفو، إلزم هذا المنهج الأخلاقي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما في مسألة نبي الله يحيى، قال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ها، مو بس العرف، مو بس الصفات الأخلاقية، يعني مو تأديب تفصيلي، وإنما تأديب إجمالي. وأنت تعرف من ذلك، من خلال هذين الخطابين، عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله عند الله. فإذا كان قد نادى نبي الله يحيى باسمه وأزال وأزاح كل الفوارق والحدود، لم يقل: يا أيها الرسول، ولا يا أيها النبي، وإنما قال: يا يحيى، كما تنادي ابنك عندما تعزه، تدلل أو تنادي باسمه مجرد، ما تقول: يا أبو فلان، وأبو فلان ابنك، أو حج أو زائر، بس ما تقول لي: يا حاج يا زائر، تقول لي: يا فلان أو يا ولدي. نفس الشيء، الله نادى نبيه يحيى: يا يحيى. أما في خطاب الله مع نبيه، قال، يعني نبينا محمد، قال: خذ العفو. ما قال له: يا محمد، ولا قال له: يا رسول ويا نبي، ولا قال له: يا أيها المدثر، كما في آيات أخرى. ناداه بهذا النداء مباشرة: خذ العفو، يعني الميانة والقرب بين الله وبين محمد وصل شوطا وقطع شأوا بعيدا، فأزاح كل العلائق والتكلفات، حتى الاسم لم يستفذ منه في النداء. هذا خطاب رائع للنبي. على كل حال، نحن في تحليل الفقرة، ولكن أردنا أن نذكر شيئا من سيرة أيضا نبينا في حديثنا عن نبي الله يحيى. قال له: يا يحيى خذ. خذ إذا إلزم، سيكون معنى خذ بالاستعانة بالنص القرآني الآخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يكون معنى يا يحيى خذ، يعني إلزم والتزم. يا يحيى التزم الكتاب. أي كتاب؟ التوراة. قالوا: الكتاب هنا يراد به التوراة. يا يحيى خذ الكتاب، لكن خذه بقوة. رسول الله لم يؤمر، قال: خذ العفو، ما قال: خذ هذا العفو بقوة، ما في تشديد عليه. نعم، لأمته يوجد، قال في سورة البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني خذوا القرآن الكريم والتزموه بقوة لعلكم شنو؟ تتقون. واذكروا ما في هذا القرآن، خلي يكون دائما حاضر، لا تغفلوا عنه، واذكروا ما فيه. نبي الله محمد ما قال له خذ، يعني التزم بقوة، مباشرة قال: خذ العفو وأمر بالعرف، لكن لم يقل بقوة، بل أكثر من هذا، لما قال خذ العفو على نحو التفصيل يؤدبه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين،
قال في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنا أدبتك وإنت ما حثيتك حث مؤكد في هذه المسألة في النهج الأخلاقي، لكنك التزمت فأصبحت فوق الأخلاق، مو متخلق ملتزم أنت فوق الأخلاق. وإنك لعلى خلق، يعني ارتفعت، على بمعنى فوق، وإنك لعلى يعني فوق الأخلاق. ولذلك بعد ذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لأنه أصبح فوق الأخلاق. زين أرجع، قال خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بعد قال مضافا لذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا الجزء أنا فككته قبل سنوات هنا على هذا المنبر، شنو معنى القوة؟ بس أشير لرواية سريعة، هل هو قوة العضلات يعني قوة البدن أو شيء آخر؟ القوة يراد بها قوة الاثنين معا، يعني قوة العقل والبدن، القوة الفكرية والقوة الجسمية. وهذا مفاد رواية سئل الإمام الصادق، قال له السائل هل هو بقوة البدن أو بقوة القلب؟ فقال له الإمام بهما معا، يعني بقوة القلب وبقوة البدن. أبين إليك شيء غير الذي بينته سابقا الآن، يعني شلون قوة البدن؟ كيف أنا أخذ هذا الكتاب، هذا القرآن الذي جاءنا، خذوا ما أتيناكم بقوة، شنو أخذ بقوة البدن؟ كيف ألتزم به بدنيا؟ كيف بقوة بدني؟ هناك في العبادات يوجد أقسام، عندنا عبادات مثلا مالية كالزكاة كالخمس في الإنفاق، عندنا عبادات بدنية مثلا الصلاة، بدنك يسجد ويركع، فلذلك يشارك البدن في العبادة غير النفس من حيث النية، لكن بدنك يشارك في العبادة، لسانك يشارك في العبادة. مثلا الحج، الحج عبادة بدنية، تحرم ثم تسعى ثم عفوا تطوف حول البيت خمسة أشواط، تصلي ركعتين، تسعى بين الصفا والمروة، تروح أيضا إلى عرفات، تروح تقف في عرفات وفي المشعر، وتروح إلى منى وتضرب الشيطان إلى آخره، هذه عبادات شنو؟ بدنية، البدن. مثلا القتال في سبيل الله، الجهاد عبادة بدنية، تقاتل في سبيل الله يعني تبذل طاقة في الغالب بدنية، فأنت تطعن، تضرب، تقتل، تدفع، تبذل جهدا عاليا من حيث البدن. فهذا نحو، يعني تطبيق، مو تفسير كامل، تطبيق لخذ الكتاب بقوة. فكان نبي الله يحيى أخذ الكتاب الذي أعطي بقوة وفاق أقرانه في قوة العبادة. مثلا أنتم قرأتم وسمعتم من الخطباء وفي الحديث بعض الأحيان يقرؤون أن نبي الله يحيى دخل على بيت المقدس فوجد العباد والرهبان والأحبار في بيت العبادة قد ربطوا أبدانهم، غللوها إلى أين؟ إلى سواري المسجد، وقاموا بالعبادة فيه، ولكن ربطوا أعناقهم بالسلاسل، لبسوا لباس المسوح ولباس مدارع الصوف واللبود وغيرها، لباس خاص، وكان يمارسون الزهد والعبادة بشكل شاق. فدخل نبي الله يحيى تأثر وهو صغير، فجاء إلى أمه قال لها أمه أريد منك أن تنسجي لي لبودا ومدرعة صوف وكل شيء، يعني تهيئين إلي مثل ما موجود
عند العباد والزهاد الموجودين في بيت المقدس، فقالت له اصبر حتى يأتي نبي الله زكريا أشاور أباك. فلما دخل نبي الله زكريا عرض الأمر عليه، فقال له بني ما الذي دعاك إلى ذلك وأنت طفل صغير؟ المفروض تروح تمرح وتسرح وتلعب، تستفيد من فتوة الشباب والصبا، هذا يعني في عادة في خلد الناس العاديين هكذا. فقال له نبي الله يحيى أبا ألم تسمع أو لم ترى أحدا أصغر مني أو في سني قد مات فارق الحياة وهو صغير؟ قال بلى نبي الله. وصل الرسالة يقول لي أنا أريد ما أخرج من الدنيا إلا وأخذت حظي من العبادة، هذه العبادة كمال، يكون أنا أتذوق هذا الكمال أشعر به وأحصل عليه. فتركه وراح يتعبد في بيت المقدس. الخلاصة شنو كان؟ كان هذا النبي وهو في جسمه النحيل فاقهم عبادة وزهدا، حتى كان يبكي وكانت الدموع قد خدت خديه، فبانت واضحة أسنانه وعظمة أسنانه، فخشي عليه أهل المعبد، أخبروا أباه، جاءت أمه وأبوه، بني ما الذي تصنع بنفسك؟ أهل المعبد قالوا له ما الذي فعلت في نفسك؟ أخبروه بهذا الذي صار في خده، فقال لهم إني لم أشعر بذلك، يعني استغرق في ذات الله وفي جلال الله وانصرف عن نفسه تماما، فهو لا يشعر بما جرى له. فلذلك قالت له أمه أصنع لك لبودا تضعه على خدك حتى لا تؤذي دموعك المالحة صحن خدك، فتحفر فيه هذا الخد هذا الجرح. فقال أنت وشأنك، فصنعت له ذلك. كان يخرج في الطريق يقول له الأطفال يا يحيى لنذهب لنلعب، فيقول يحيى بن زكريا ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا لأمر عظيم، أمر عظيم. فكان هذا الأمر العظيم يقض مضاجع هذا النبي وهو صغير، لأن استولى جلال الله بالكامل على نفسه، واستولت صفات الله القهرية والجبروتية على هذا النبي، فكان يحس بأزيز النار وهو صغير يحس ويشعر بها، فقطع شوطا. إذن أخذ الكتاب بقوة، هذه القوة تبينت وتجلت في التزامه سلام الله عليه بالعبادة إلى هذا المستوى الذي ذكرته لك، وأيضا العبادة على المستوى، وأيضا القوة أخذ الكتاب بقوة عقلية، يعني التحقق من معارف الكتاب. بعبارة أخرى لا يرضى لنفسه بالفهم السطحي، وإنما يفتش في تلك المعارف والمعاني فيبحث فيها بالسؤال وبالتعلم وبالوحي، وهذا ما يتكلم عنه القرآن في مسألة القلب. مو قال بقوة القلب، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه القلوب مقفلة تفتح بالتدبر بالتأمل بالتفكر بالتعلم بالإحاطة الكاملة بالمعارف الإلهية، تفتيش في آيات القرآن العقائدية أو الفقهية أو غيرها. هذا في الواقع، هذه إطلالة سريعة على هذا الجزء من الآية الكريمة وتطبيق على حياة وسيرة نبي الله يحيى.
أختم هذا الحديث بمثل آخر لأخذه الكتاب بقوة، ولا أتجاوز إلى الجزء الثاني من الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. خلنا في هذا الجزء حتى نأخذه أيضا بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من سيرته أنه دفع حياته نتيجة أخذ الكتاب بقوة، ولذلك الفتوى التي أصدرها يحيى في بني إسرائيل، وقيل أن روح الله يعني نبي الله عيسى أرسل يحيى، لأن عيسى من أهل من أنبياء أولي العزم، فلذلك عنده رسالة، مو فقط نبي، عنده أيضا رسالة. نبي الله عيسى أرسل يحيى بهذه الفتوى، وقيل يحيى هو نفسه أفتى بهذه الفتوى، وفتواه ليست كفتوى الفقهاء يعني الإخبار عن حدس، وإنما هي إخبار عن حس، هم ينقلون كلام الله، ينقلون المعاني مباشرة، مو اجتهاد كالفقهاء. قال لبني إسرائيل: لا يجوز لأحد أن ينكح أو يتزوج بابنة أخته أو ابنة أخيه، وهذا حكم عام لا يخص فقط المواطنين وبقية المكلفين العاديين، بل يشمل الوزراء والحكام والملوك. وكان ملك ذلك الزمان طمعه في ابنة أخ أو أخت له، وقيل ابنة زوجته التي كانت زوجة لملك قبل وعندها بنت وقد أسنت، لأن ذاك الملك لعين لم يكتفي بما عنده من الحلال، بل كان يأتي ويطرق تلك المرأة حتى أسنت عجزت، فصار طمعه في بنتها التي هيئت لهذا الأمر. فنبي الله يحيى كان ينصحه ويعنفه أن يفعل ذلك، أن يتزوج بابنة ذاك الملك أو بابنة زوجته بعبارة أخرى، وقيل ابنة أخته، كان ينهاه عن ذلك. نبي الله يحيى دفع ثمن ذلك أن قتل، فصل رأسه عن جسده. نبي الله يحيى دفع هذا الأمر لأنه أخذ الكتاب بإيش؟ بقوة، ولذلك دفع هذا الأمر غاليا. وإذا رجعنا إلى الآية وجدنا أن تقوى نبي الله يحيى هي نتيجة أخذ الكتاب بقوة، ولذلك كان تقيا. ومن هنا نحن أيضا إذا أردنا بوصلة تعلمنا بأننا أخذنا الكتاب بقوة، يعني قرآننا، كتابنا، كتاب الله بقوة، أو لم نأخذ، لننظر في نفوسنا هل يوجد تقوى أو لا يوجد. وهذا معنى قوله تعالى في سورة البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم شنو تتقون، يعني نتيجة ذكر ما في القرآن من معارف أنك تطلع على صفات الله وعظمة الله وجبروت الله، فيستولي الخوف من الله على نفسك كما في قلب يحيى ابن زكريا، فلم يعبأ بالطواغيت ولم يعبأ بالشياطين ولم يعبأ بكل من خالفه في طريق الله. فلذلك قال للملك ما قال، وبالفعل تلك المرأة المسنة اللعينة الخبيثة زينت ابنتها، جملتها،
ثم دفعتها للملك وقالت لها: إذا قال هل لك حاجة قولي له حاجتي رأس يحيى بن زكريا. خب ليش؟ يعني هو ما في عداوة شخصية بينها وبين يحيى بن زكريا، العداوة منهجية، لأن تعاليم يحيى بن زكريا كانت تعاليم الاستقامة والمحافظة على الغيرة الدينية وعلى عدم اختلاط الفواحش ببني إسرائيل. هذا الأمر على هالأساس وجدت العداوة، وصلت هذه العداوة في أن تطلب رأس يحيى بن زكريا. ليش؟ لأن المنهج كان في الواقع هو والذي العداوة، وإلا قلت لك ما بينهم أي ما بينهم أي عداوة شخصية. فطلبت رأس يحيى فأدخلت تلك الساقطة على ذلك الملك، وكان قد لعبت برأسه الخمراء، فلما أراد أن يأتيها طلبت حاجتها، قال لها: ما حاجتك؟ قالت: أريد رأس يحيى بن زكريا. فقال لها: اطلبي شيئا آخر. قالت: لا، إلا رأس يحيى بن زكريا. وإذا بهذا اللعين كبقية بني إسرائيل يقتلون الأنبياء ويجلسون في دكاكينهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيء، وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ليش هذه الجريمة التي تحولت بعد ذلك إلى حجاب على قلوبهم؟ لأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق في الآية التي قبلها. نفس الشيء، قال: جيئوني بيحيى بن زكريا. فأدخل ذلك النبي العظيم يحيى بن زكريا على ذلك الشيطان العنيد والأفاك المريد، وأدخل ذلك النبي بأنوار الجلال تشرق من وجهه، وشهاب السعادة أمامه يلهج بذكر الله، لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا وهو يسبح الله ويقدسه. أوقف بين يدي طاغية زمانه ذلك الملك الشرير الأفاك الأثيم، قال لمن معه: آتوني بطشت من ذهب، لأنه يريد أن يقدم رأس يحيى هدية لتلك البغية الساقطة. فعندئذ ذبحوا يحيى بن زكريا، يعني قتلوه ذبحا أيوا نبيا. فسقطت قطرة من دماء ذلك النبي، فجعلت تغلي وتغلي، وضعوا عليها التراب فعلت فوق التراب، لأن الدم لم يكن رخيصا ولم يكن إلا ذا ثمن عالي، حتى أصبح التراب تلا عظيما. ولما جاء بخت نصرين قتل على ذلك الدم 70,000 من بني إسرائيل حتى هدأ ذلك الدم،
لأن دماء الأنبياء والأولياء ليست دماء عادية بل هي دماء قدسية. ومن هنا نرى ثلاثة دماء في كربلاء صعدت إلى السماء لأنها تغلي في قلوب المحبين ولا تطفى حتى يخرج قائم آل محمد يطالب بثارات الحسين. الدم الأول دم علي الأكبر كما في الزيارة عن الإمام الصادق صعد به نحو السماء. الدم الثاني كان دم عبد الله الرضيع لما استقر السام في نحره وإذا بالحسين يأخذ من تلك الدماء يرمي بها نحو السماء يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيله ناقة صالح. قال مولانا الإمام فلم تسقط من ذلك الدم قطرة واحدة وإنما ارتفعت إلى حظيرة القدس. الدم الثالث دم مولانا الحسين وذلك لما استقر سهم حرملة بن كاهل في لبته وعالج مولانا الحسين السهم من أمامه فلم يستطع عالجه من خلفه عالجه من القفا فخرج السهم ولكن خرجت معه ثلثا كبده فملأ كفه من ذلك الدم رمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة وأخذ كفا آخر وخضب به كريمته وقال هكذا ألقى ربي وأنا مخضب بدمي مغصوب علي إرثي وسهم المثلث مزاك وسهم المثلث نزاف دمي ومزق حشاك مثلث ولا تمكن أطلع من كفا وحدي تخلوني أموت وما حد ويا جيبي لسكينة قبل ما يفرق قلبي. صاحت يا نور العين والله تحيرت بيك أنا تمنيت أجي يماك وأشوف العلة البيك ولوه الدواء قلبي لفت قلبي وداويك واغسل يا خويا طبرتك بمدامع. هذا السهم المثلث منع مولانا الحسين أن يصل إلى حريمه ولذلك لما نادته سيدتنا زينب نور عيني حسين يا حمانا يا حسين يا عمادنا يا حسين نهض الحسين ثلاث مرات يمشي ويكبو على الأرض وفي المرة الثالثة سقط وهو يقول آه على الحرائر. هنا سمعته زينب انحدرت من التل الزينبي متوجهة نحو أخيها الحسين وإذا بالسياط تتلوى عليها وعلى من معها من النساء أيوا سيدتها. فرت لأخوها حسين من سمعة ونينة
قالها رجس لا وين ردي يا مصر يا مخدرت بيت الإمامة والنبوة راح المحامي وانقطع وصل الأخ سهم المثلث ما تراياك لحسين قوة جمعي تامك بالعجل طحتي بدينة يلي قبل خدرك أبد ما تشوفه الناس بحسين مهيوبة وشديد الباس عبا راح ودي ظل بالكسير مهبط الرايا فوق الهزل ملزومها البر تسلكين إلا صايحة صوت الرجس فوق امتونها امتون هيلو والله ما تشبه حمام الناحات الناحة تبدو تصيح تركوني يم اخوي حسين باروح قالها حرام عليك جسمه تنظرينه واختار يحيى ان يطاف براسه وله التاسي في الحسين يكون وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك من عيد الظلم أن تصل إلينا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن القبول إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.